ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. ضيف الميكرو هو فنان ممثل مسرحي معروف بلافوكا لا، ولكن دابا ولا كيقول لافوكا إيه، هو مصطفى هنيني. مرحبا بك لأنفاس بريس. شكرا، مرحبا بك، ونهار كبير هذا. مرحبا بك في المنطقة ديالنا، في منطقة الزيرو كات، وخصوص في مبروكة. شيلا الزيرو كات. شيلا الزيرو كات. قولي كي جاك المنتخب يعني من الدور الأول. وشوف المنتخب شريدان ماشي كان مفاجأة، لأن المغرب هذه مدة هو كيشتغل على مجموعة ديال اتجاهات، يعني السياسة العامة ديال المغرب. ومنها الرياضة، درت بزاف ديال الحوايج، كاين ملاعب ديال القرب، كاين المركز ديال محمد السادس اللي دار في الرباط، كاين بزاف ديال الحوايج، كاين اشتغال على يعني المنتخبات السنية، يعني الميني من كادي جونيور ليسبوار، المنتخب الاولمبي والمنتخب الكبار. فهذه واحد 3 سنوات والمغرب كيخدم على المستوى ديال المنتخب الوطني، والحمد لله هذا الاشتغال ما مشاش هباء منثورا، عطى هذه النتائج هذه. يعني ما كانت صدفة، كان اشتغال. ما كاينش حتى حاجة، ما كاين الصدفة نادرة باش كتجي، ولكن الاشتغال هو اللي كيعطي النتائج. والحمد لله يعني الجامعة الملكية برئاسة القجع يعني اشتغلت واجتهدت وعطات جميع الحاجيات اللي كيتسناها الفريق الوطني، وهذه بطبيعة الحال غتكون نتيجة مزيانة. واش كنتي كتنتظر ان المنتخب يوصل الربع النهائي بكل صراحة؟ لا، ربع النهائي لا، بحق نقول لك واحد السر. انا واحد النهار كنت صمت للراديو، وكان العماري كيدوي، كان عنده كيدوي من قطر، وقال بلي حنا ان شاء الله غندوزو للثمون من بعد الربع ومن بعد. قلت واقيلا هذا، وقيل هذا كيف ما شاربش الدواء. ولكن في حق خلق يعني عنده الحق، يعني لانه هو الميدان ديالو هذا، وكان كيعيش مع المنتخب الوطني تما في قطر، فكنت يعني الحلم ديالو كان حقيقه. وحتى المدرب اشتغل، يعني دار واحد المجهود كبير مع المنتخب، لان المنتخب هذا منتخب جديد، لان المنتخب ديال 2018 ما بقوش فيه اللعابه بزاف. اللي فاش جينا من كاس العالم ديال 2018 كانت الفرقه تقريبا واحد 80% اللي مشات منا. جا وحيد خليل، يعني دار واحد المجهود، ما نساوش يعني العمل اللي خدم هو بحال شي واحد، يعني دار واحد الدار، بنا واحد الدار ما كملهاش فينيها، ما عرفش فينيها داخ ملي صوب ديك الدار داخ، ولكن جرق راكي تبارك الله عليه، شرا من عنده هذيك الدار وخداها ودار لها فينيسيون واعره، دار لها الفينيسيون ديال لافوكا. علاش هنيني ما مشاش لقطر؟ كنشوفوا بعد المشاهير والفنانين الرياضيين مشاو لقطر، ولكن هنيني ما شفناهش. وشوف هو انا كاين ظروف الاشتغال اللي ما سمحتش لنا باش نمشيو لقطر، وحنا الحمد لله بقلوبنا راه مع الفريق الوطني، واخا حنا هنا بقلوبنا مع الفريق الوطني في قطر. شكون يعني اللاعب اللي خطف الانظار ديالك؟ شوف كاين المنتخب كله لحمه متكامله، هما كلهم مزيانين، ولكن كيبقاو شي لعابه ماشي واحد. اولا كاين بونو، يعني بونو كان عنده واحد الفضل كبير باش تأهل المنتخب الوطني، السوبرمان ديالنا. وكذلك اللاعب اوناحي، واللاعب جياش اللي بكل صراحه يعني اجتهد وورى ان يقدر يدير بزاف الحوايج. انت ما بغيتيش تخسر بكل التواضع، جبتيهم كاملين. التوقعات ديالك الماتش ديال البرتغال ان شاء الله؟ واش الماتش ديال البرتغال؟ انا كنعتقد ان الركراكي غادي يغير من الخطه ديالو، لان الطريقه باش كيلعب المنتخب البرتغالي ماشي الطريقه باش كيلعب المنتخب الاسباني. واللي انا اللي خايف منه بكل صراحه هو اللياقه البدنيه. اذا كان المنتخب المغربي يعني في كامل اللياقه البدنيه ديالو كيف مع اسبانيا، ان شاء الله غندوزو النصف هذا بلا شك. النتيجه قال لي واحد السيد، واخا التقليدي بقى لي، قال لك 3-0 واخا بزاف. التقليدي بقى لي، قال لي 3-0، قال لي 3-0، ونتمنوا حلم 3-0 تكون شي 3-0 ان شاء الله، يحقق هذا الحلم ان شاء الله. وهذيك القضيه اللي قلتي ديال لافوكا، انا الوحيد اللي كنت معروف بلافوكا في المغرب كامل،
دابا تزاد الركراكي غير هو لافوكا وانا لافوكا هو انت ما كنتيش كتحملها لا 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 قبله على قبله غنشربها غتولي تشربها ما كاينش لافوكيه.